عفاف؟ اي هدول جيراننا بالطابق الارضي قال بدهم يبيعوا بيتهم. ايه سمعت هيك شيء، امسامي كانت عم تحكي. شو رايك نشتريه؟ يا ريت، انت معك حقه؟ لك مو قلنا لعمي شاكر. عمي شاكر ايش بده يعمل فيه؟ يا عفاف، مالك شايف انه ابوكي صار رجال كبير وصار بده مين يدير باله عليه؟ شاكر عمي جوز امي مو ابي. ايه بس لا تنسي انه هو مربيكي على ايده وعنده اياكي بالدنيا، يعني بمثابة ابوكي. لك شو التخبيص انور؟ هلا شو دخل هذا الحكي ببيت الجيران؟ لك يا عفاف، اذا عمي شاكر سكن جنبنا مندير بالنا عليه لا سمح الله اذا صار له شيء. بعدين لا تنسي قديش بدهم يفرحوا الاولاد بوجودهم معه. اي والله يا ريت، على القليل بيرتاح بالي من ناحيته. طيب شو رايك تروحي تقولي له قبل ما تنباع الشقه؟ هلا؟ لا بكره. واخذ الاولاد معي؟ لا، الاولاد خليهم عند عبير. انا بوصلك وبرجع باخذك بعد ساعتين.